بعد في جائزتين يلي هن جائزة المهنية الأولى والجائزة الأولى هي جائزة صاحبة الأعمال الأولى للعام 2012. لو كنت بلجنة الحكم أكيد أكيد كنت نجحت ال 15 سيدي، ولكن للأسف جائزة المهنية الأولى للعام 2012 الدكتورة بلقيس غلييني. حبيت الجراحة خلال دراستي للطب، بس كوني امرأة ما كان عندي الجرأة أعبر عن هالرغبة. مهنة جراحة القلب بحد ذاتها فيها صعوبات كثيرة، سواء كنت امرأة أو رجل. وصدوني إذا بقول لك كل مرة بفوت في غرفة العمليات بشعر بإحساس الخوف مثل كأني عم فوت لأول مرة. بس السعادة اللي بحس فيها لما بطلع من الغرفة والمريض بصير منيح بتخليني أرجع فوت مرة تانية بحماس أكثر. ليش أنا هون؟ حتى أقول لكل مرأة ما عندها الشجاعة، بلا، فيكي تحلمي، فيكي تحقق حلمك. مشان هيك بعتقد اني انا بستحق جائزة لبنان للسيدات المتميزات. دكتورة بلقيس غلييني هي طبيبة متخصصة في جراحة القلب والشرايين، أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية، وفازت لتميزها في مجالها. والجدير ذكره أنها أجرت أكثر من 500 عملية قلب مفتوح. أنا برأيي تهربوا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا بحمد الله على اللي وصلني لهون، وبشكركم جميعاً وعلى منظمين الحفلة، وبهدي الجائزة لوالدتي، وبشكر عائلتي اللي كانت دائماً جنبي. ألف مبروك. مبروك جائزة المهنية الأولى للدكتور بلقيس غلييني. دورك. مسك الختام مع معالي الوزير نقول نحاس والجائزة الأولى، وهي جائزة صاحبة الأعمال الأولى للعام 2012. جائزة صاحبة الأعمال الأولى لعام 2012 المهندسة رولا موسى. بعمر كتير صغير تخرجت من كلية الهندسة وفتحت شركتي الخاصة نتويز، وصدقني مش هينة أبداً لمرة بلبنان تفتح شركتها. مع كل الصعوبات اللي واجهتها تحقق حلمي ما تعبت ولا لحظة، حولت شركتي من شركة لبنانية لشركة عالمية، مع العلم أنه ما قصرت مع عائلتي والمجتمع. مع كل حلم بحققه بيخلق حلم جديد وبحققه، مشان هيك أنا اليوم هون تحقق حلمي وانطلق لحلم أكبر. أهلا وسهلا فيك ومبروك. المهندسة رولا موسى هي صاحبة شركة نتوايز العالمية، فازت لتميزها في مجال التكنولوجيا وإنجازاتها في تطوير عملها وتوسعها عالميا وحصول على أهم الجوائز العالمية. كمان الجدير ذكره أنه هذه الشركة العالمية يلي صارت بتنافس كبريات الشركات مثل مايكروسوفت وغيرها، بدأت مسيرتها بقرض مالي قدره 50,000 دولار. مبروك
لصاحبة الجائزة الأولى، صاحبة الأعمال الأولى للعام 2012 رولا موسى. مساء الخير. بدي أتشكر كل القيمين على الجائزة، أولهم المنظمين الجائزة مسز ندى جابر، نيو تي في، غرفة التجارة والصناعة، معالي الوزير الاقتصاد. أنا ما رح زيد كتير حكي لأنه زملائي وزميلاتي حكيوا كتير أشياء حلوة عن المرأة اللبنانية، بس أنا رح أقلكم شغلتين. أنا بنظري المرأة اللبنانية في عندها عاملين بتنجح فيهم. أول عامل هي عائلتها الصغيرة. أنا بدي أتشكر أول شيء زوجي وشريكي جان موسى وبنات التلاتة نور ومايا وياسمينة، وأنا بهالجائزة بتمنى أنه مهد لهم الطريق ومهد لكل بنات لبنان والصبايا الناشئين. وتاني شيء، أهم شيء بدي أخبركم شغلة، أنه أهم شغلة هي الدافع والحافز لأننا كلنا هو لبنان. نحن معودين مثل طائر الفنيك نطلع من الرماد ومنطير، منطير على كافة أنحاء العالم، ومنربح جوائز ومنطور ومنعمل. يعني نحن أهم حافز لألنا هو لبنان، ما في أكتر منه حافز. بتشكر الجميع، good luck لكل النساء اللي حيلحقوني، وأنا بتمنى النجاح لكل مرأة لبنانية متميزة، وأنا حدا support بكل شيء بحاجة لألو، بهديهم كل هالجائزة للكل. Thank you. شكرا لك وألف مبروك رولا موسى، المهندسة رولا موسى، وإن شاء الله يعني دائما بالنجاح وإلى مزيد من النجاح. بدي أشكركم كثير معالي الوزير الأولى نحاس وأستاذ محمد شقير على مشاركتكم، على رعايتكم، على دعمكم الدائم. نحن وصلنا لآخر المشوار اليوم، لآخر المشوار بهالسهرة، بس مش لآخر المشوار، لحتى نبلش نتحضر جدياً. يمكن هيدي السنة كانت بروفا للجميع، وبركي بتكون كمان عامل محفز إنه السنة الجاية يكون عنا شيء أكبر من هيك، فائزات أكثر، مكرمات أكثر، بركي هيدا الشيء بشجعكم أكثر لتوصلوا لتحققوا طموحاتكم. بدي أرجع أجدد الشكر لوزارة الاقتصاد ممثلة بمعالي الوزير الأولى نحاس، لغرفة اتحاد غرف الزراعة والصناعة والتجارة الممثلة بالأستاذ محمد شقير. بدي أدعي الفائزات السبعة إنه يتفضلوا على المسرح ليأخذوا صورة تذكارية كمان، والمصورين بانتظارهم. كلمة شكر كتير كبيرة لهيدا الصرح العريق، الصرح الثقافي الكبير التاريخي، قصر اليونسكو، لاستضافته الحفل، فتح لنا بوابه اليوم وتحملنا. شكر لكلية السياحة والفنادق بالجامعة اللبنانية لتعاونهم بتنظيم هالحفل. بدي أشكر كل شخص فردا ساهم بنجاح هيدا الاحتفال. شكر كبير للمدير الإداري ومدير العلاقات العامة بقناة الجديد الأستاذ إبراهيم الحلبي، يلي كمان تعب على مدى أسبوع متواصل عم يشاركنا بالتحضير لهالاحتفال. شكر لحضوركم، شكر لكل مساهماتكم، شكر لكل فريق العمل، يمنى بعلبكي، طلال الشامي، الجميع يلي كمان تعبوا بالتحضير لهالموضوع، كل الفريق، المصورين، التقنيين، كل العالم، ما فينا نذكرهم فردا لأنه الأكيب كتير كبير. ألف تحية للجميع وتصبحوا على ألف خير.